آخر خبر عندنا عن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، هذه المبادرة اللي بطلب من السيد الرئيس القيمة بنتكلم في 100 مليار جنيه من البنوك وشركات التمويل العقاري لتمويل شراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بفايدة 3% وتقسيط على 30 سنة. كنا اتكلمنا عن شروط المبادرة من قبل مع الأستاذة مي عبد الحميد، الآن نتحدث عن بداية العمل في البنوك. الأجازة خلصت، النهاردة أول يوم عمل في البنوك، أول يوم المبادرة يتم تفعيلها فعلا على الأرض. معنا على عبر سكايب أو عبر زوم أستاذ وليد مطر، مساعد العضو المنتدب لبنك الإسكان والتعمير. أستاذ وليد مساء الخير. مساء النور يا فندم. النهاردة أول يوم شغل للمبادرة يعني عمليا؟ لا، الحقيقة احنا المبادرة كانت ابتدت قبل العيد بأسبوع، وكنا ابتدينا نتلقى تليفونات واستفسارات من العملاء على الكول سنتر بطريقة كثيفة، أعداد كبيرة جدا من العملاء اتصلت تستفسر. ايه اهم بقى الاستفسارات؟ لانه بصراحة الناس فكرة انها تروح البنك وتاخد القرض، الناس يعني بتقلق من التفاصيل والشروط والورق والكلام ده كله، اهم الاستفسارات ايه استاذ وليد؟ خليني برضو ابدأ مع حضرتك، انا هقول لك طبعا الاستفسارات، بس نقول بس برضو الهدف من المبادرة، لان ده هيفيد كل المشاهدين والمستمعين طبعا. وهو الحقيقة الهدف من المبادرة ده هو ان توفير سكن ملائم للمواطن المصري سواء محدود الدخل او متوسط الدخل، وده عن طريق المبادرة بتاعت البنك المركزي اللي انطلقت مؤخرا بسعر عائد يعني رمزي اللي هو 3% ومده تقسيط تصل 30 سنه. ده بياخدنا لايه وبيسهل ايه في الموضوع ده؟ لما سعر العائد بيقل بالمنظر ده والقسط بيوصل لحد 30 سنه، ده بيخلي مبلغ القسط نفسه او قيمه القسط بقت قليله جدا وبسيطه. فبتبدا القسط يتوافق مع دخل العميل ويبقى مناسب، يقدر يبقى القسط ده متوافق مع استقطاعاته كنسبه من دخله. فده سهل الموضوع كتير قوي، لدرجه ان حضرتك هتستغربي لما تعرفي ان الاقساط الوحدات السكنيه او اقساط التمويلات في الشقق الجديده تبع المبادره ممكن تكون مساويه او اقل من ايجار شهري لشقه ايجار جديد. صحيح. يعني لو انا باخد شقه ايجار جديد وبدفع لها ايجار شهري، انا ممكن ايجار الشهر ده يبقى مساوي او اقل من قسط الشقه. ولو قلنا الموضوع ده بمثال عملي عشان الناس تبقى برضو المستمعين يستوعبوه، ان النهارده مثلا في الاسكان محدود الدخل في شقق بتوصل اللي هو الاسكان الاجتماعي بتبتدي من 200,000 جنيه، الشقه اللي بتبتدي من 200,000 جنيه دي قسطها بيبقى 700 جنيه تقريبا على 30 سنه. ال 700 جنيه دول النهارده ما اعتقدش انهم ياجروا شقه مماثله للشقه اللي بتتسلم من 200,000 جنيه. مش بس كده، ان القسط 700,000 جنيه 700 جنيه ده هيبقى ثابت مع العميل لمده 30 سنه، انما الشقه الايجار الجديد لو هي النهارده ب 700 كل سنه بتزيد من 5 ل 10%، فحضرتك ممكن تلاقي ايجارها بعد 10 سنين النهارده وصل ل 1000 ونص 2000 جنيه والقسط ما زال 700 جنيه. ده لو خدنا مثال على محدود الدخل. طيب لو رحنا خدنا مثال تاني على متوسط الدخل اللي هي 1,100,000 ومليون 400، النهارده الشقه اللي قيمتها نقديه كاش 1,100,000 او 1,400,000، لو حبيت اجرها ايجار جديد مش هدفع اقل من 3-4,000 جنيه قيمه ايجار شهري ايجار جديد. الشقه دي اصبح النهارده قسطها مع المبادره 3,900 جنيه لو هي قيمتها 1,100,000 والعميل دفع اللي هو ال 15% المؤدب ال 160,000 جنيه وتبقى عليه 940,000، دول قسطهم حوالي 3,900 جنيه على 30 سنه. طبعا هو النهارده هيأجرها بثلاثه لو هو مأجر، بس بعد 10 سنين دي هتبقى ب 10، وبعد 20 سنه هتبقى ب 20,000 ايجارها، وهيفضل هو بيدفع القسط ب 3,900 وفي الاخر بيتملكها. ده المضمون العام. ارجع بقى لسؤال حضرتك في استفسارات العملاء. استفسارات العملاء كانت بتستفسر على المقدم وبتتاكد من مده التمويل ال 30 سنه وبيتاكدوا من الفائده ال 3%،
وابتدوا يسالوا ايه الشقق في المتوسط تحديدا، ايه الشقق اللي ممكن يقدموا عليها. فالشقق اللي ممكن يتقدم عليها هي اي شقه مسجله وقابله للرهن، او اي شقه قابله للتسجيل حتى لو مش مسجله، تبع المدن العمرانيه الجديده والاجهزه اللي هي بيبقى فيها تنازل عن التخصيص، لو الجهاز بيعمل فيها تنازل عن جميل. التخصيص ومش شرط تكون مسجله. فده كان الاستفسار العام. حصة البنك بقى، بنك الإسكان والتعمير من أهم البنوك الحقيقة اللي بتشتغل في هذه في قصة التمويل العقاري، يعني حصتكم قد إيه في التمويلات العقارية عموما في مصر؟ حصتنا الماركت شير بتاعنا وحصة بتاعتنا حوالي 18% من المبادرات اللي أطلقها البنك المركزي. نرجع تاني نقول للناس الشروط عشان الناس برضو اللي بتتفرج علينا سواء من محدود الدخل او من متوسط الدخل، ايه الحاجات الورق اللي لازم يكون موجود، وهل في بقى شقق جاهزة ولا هو يجي يقول انا عايز مثلا اشتري حاجة قطاع خاص، يعني يقدر يشتري قطاع خاص ولا لازم يكون من الاعلانات اللي بتعملها الدولة عن طريق صندوق التمويل العقاري او الحكومة، يعني الحاجات اللي بتنزلها الدولة؟ طيب هتكلم الاول عن الشروط وبعد كده نتكلم عن ايه الشقه اللي هو يقدر يقدم عليها ويقدم عليها ازاي. الشروط الاول انه نمره واحد لازم يكون مصري الجنسيه، اثنين لازم يكون لم يسبق له الحصول على دعم تمويل عقاري قبل كده، المفروض ان مده التمويل تنتهي بسن المعاش القانوني بتاعه. بالنسبه المفروض ان الوحده تكون اسكان دائم وليس اسكان سياحي، يعني ما يكونش اسكان ترفيهي في حته في مدن ساحليه او كده يعني. والشروط بقى بتاعت الدخل بالنسبه لمحدود الدخل، ان 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 ما الدخل الاعزب الفرد الاعزب ما يزيدش عن 4500 جنيه، ودخل الاسره ما يزيدش عن 6000 جنيه، ده محدود الدخل. متوسط الدخل، دخل الأعزب ما يزيدش عن 10000 جنيه ودخل الأسرة ما يزيدش عن 14000 جنيه. وتكون الوحدة في متوسط الدخل ما تزيدش قيمتها عن 1,400,000 جنيه، دي بيبقى مقدمها 20%، ولو سعرها لحد 1,100,000 جنيه ده بيبقى مقدمها 15%. طيب العميل يتقدم إزاي؟ العميل لو بيتقدم عايز شقه بينطبق عليه شروط محدود الدخل، ده بيبقى من خلال الصندوق الاسكان الاجتماعي، صندوق دعم الاسكان الاجتماعي. وده ان صندوق دعم الاسكان الاجتماعي بينزل اعلانات كل فتره، فبيبقى العميل بيقدر يخش عن طريق الحجز الالكتروني عن طريق النت، يعمل داونلود للمستندات المطلوبه منه ويبدا يتقدم، والصندوق يبدا يفرز الكلام ده ويعمل الاستلامات. ده لو محدود الدخل. طيب لو متوسط الدخل ممكن يشتري من اي مطور عقاري قطاع خاص، بشرط ان تكون الوحده متشطبه واحنا بنقدر نمولها عن طريق البنك طبعا. ممكن ان هو بيخش عن طريق الوحدات اللي بتقدم عن طريق هيئه المجتمعات العمرانيه زي دار مصر، سكن مصر، وبالاضافه ان الصندوق الاسكان الاجتماعي هيبدا برضو يطرح شقق اسكان متوسط. بس في المتوسط العميل بيقدر يقدم مع البنك مباشره، المحدود بيقدم عن طريق الصندوق لان الشقق بتتخصص عن طريق يعني اظن انه من شروط هذه المبادره او من التسهيلات والتيسيرات فيها ان ممكن لو حد كان داخل او شاري وحده او عن طريق تمويل عقاري بالمبادره السابقه اللي كانت 8% يقدر يعيد بقى يدخل في المبادره دي فيقلل سعر الفايده ل 3%، يعمل ده ازاي يا استاذ وليد؟ صح اللي حضرتك بتقوليه صح، هو يقدر يعمل كده لو الشروط بتنطبق عليه بيقدر يتقدم للبنك. يعني ايه الشروط بتنطبق عليه؟ يعني لو هو كان واخد 8% بس شاري شقه سعرها اقل 1,400,000 ودخله كان اقل من 10,000 او اقل دخله لو هو اعزب، فيقدر يقدم للبنك وبنقدر نعمل اعاده جدوله للمده المتبقيه من القرض بحيث بنقلل له القسط او بنقلل له مده الاقساط. انما لو
مثلا هو كان شاري شقه بمليون 600، فده مش هيقدر يتقدم لانه خارج شروط المبادره، او لو كان شاري شقه بمليون 400 بس كان دخله فوق ال 10000 او لو اعزب، او فوق ال 14 لو متساوي، برضه مش هيقدر يقدم. فلازم الشروط تنطبق عليه بيقدم، وبنعملها له على طول. قصة السن، أظن أنه في حاجة في قصة السن، أن هو لو باين لو 30 سنة أو أكتر بيقسط على في على 30، يعني 30 سنة يقسط على 30 سنة، لكن لو أكتر من كده أعتقد بيقسط على فترة أقصر، مش كده؟ هتفضل المدة تقل على حسب سن معاشه بقى. لو هو سن معاشه 60 أو 65، لو هو عنده 30 سنة وسن معاشه 60 هياخد التمويل على 30 سنة، لو هو عنده 40 سنة هياخد التمويل على 20 سنة، لو هو عنده 50 هياخد التمويل على 10 سنين، وممكن في الحالة دي يبدأ هو يزود المقدم فيقلل القسط، يعني بيبقى ليها كذا كذا طريقة. حاسس انه هذه المبادرة قد تكون مش الأفضل ولكن الأكثر شعبية، يعني هيكون عليها إقبال أكبر من المبادرات السابقة؟ لا، هي الأفضل، هي الأفضل. أنا أظن إنها الأفضل، لأنه سعر الفايدة والتسهيلات اللي موجودة فيها فعلا تجعلها هي الأفضل. ما حصلش قبل كده سعر الفايدة ده، و 30 سنة صحيح. الموضوع برضه يعني قسط بسيط جدا. أنا بقول لحضرتك في بداية كلامنا إن النهاردة أجر شقة إيجار جديد، إذا كان قسطي هيبقى أقل صحيح. من الإيجار الجديد. صحيح. ودفنتلي هبقى واخد سكن أحسن من اللي أنا هروح أجر فيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر بنك الإسكان والتعمير اللي دايما بيعمل الحقيقة في ظل هذه المبادرات وبيجتهد في يعني لعملائه. شكرا أستاذ وليد مطر، مساعد العضو المنتدب ببنك الإسكان والتعمير.